أهلا بكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ولذلك يا أخي الكريم، الإنسان اللي بيطلب السحر ده بيكون جبان، لأنه بيعمل في الخفاء. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى جعل علامات يعرف بها الإنسان اللي عمل لك السحر، وجعل أيضا علامات يخلي الشيطان اللي موجود جوه جسمك يقول فلانة اللي عملت السحر أو فلان اللي عمل السحر. عشان كده قبل ما أبدأ عايزك إنك أنت تدوس لايك وتضغط زر سبسكرايب وتفعل الجرس، وركز معايا في الدقايق المعدودة اللي جاية ديت. أول حاجة عايزك تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن العاهدة والمستعهدة. العاهدة يا سيدي الكريم هي المرأة التي تقوم بعمل السحر، والمستعهدة هي اللي بتطلب منها عمل السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع امور اللي بتهلك الانسان. ذكر منها الشرك بالله عز وجل، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الحديث. إذن الإنسان اللي بيعمل السحر ده قبل ما بتتفضح في الدنيا تعرف إن أولادك مش هيكونوا موفقين، لأن الشخصية اللي بتعمل السحر ديت لو فيها ذرة إيمان عمرها ما هتلجأ لساحر، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالإنسان اللي بيلجأ للساحر ده تعرف إن الحاجة اللي أنت بتشتريها ديت هيكون مصيرها في الآخرة جهنم. طب أنت عايز تخش جهنم ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى أنعم على أبناء فلانة وما أنعمش على أبنائك مثلا، أو عشان ربنا سبحانه وتعالى جعل أولاد فلانة أغنياء، أو ربنا سبحانه وتعالى فتح على شخص في تجارته. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. ولذلك يا أخي الكريم حاسكوا ليك علامة من خلالها تعرف الإنسان اللي قدامك ده هو اللي عمل لك السحر ولا لا. وجلس الإنسان اللي عمل لك السحر قدامك تبص تلاقيه دايما مش قاعد ثابت، تبص تلاقيه إما بينتقل ناحية اليمين وناحية اليسار، يعني قعدته تحس إنه بيفجر ناحية اليمين وناحية اليسار. تبص تلاقي في عينه بريق، البريق ده لو أنت كنت منزل عينك في الأرض والتفت العينه فجأة تبص تلاقي إن البريق ده فيه غل، يعني النظرة ذات نفسها بيجي لك رسالة ربانية. انت ذات نفسك قلبك يعني بيوجعك كده لما تشوف الشخص اللي سحرك ده، تحس كده تلاقي قلبك فيه ربكة، او ان جسمك قشعر مرة واحدة، او ان حسيت كأن كهرباء حصلت في جسمك. وتبص تلاقي الشخص ده دايما نظراته نظرات غريبة، نظرات عجيبة، يتصل بيك في اوقات ما ينفعش ان هو يتصل فيها اساسا، ويسألك عن امور مش تخصه نهائيا، ويركز على نقاط معينة. النقاط المعينة دي تبص تلاقي نفسك انت بتعاني منها او عندك مشاكل فيها. لكن مش معنى كده ان كل شخص تنطبق عليه المواصفات ديت يكون هو اللي سحر، لا، مش بالكلية، لكل قاعدة شواذ، ولكن دي علامات بتظهر على الإنسان اللي عمل لك السحر. وفي علامة تانية الشيطان هيأكدها لك اللي هو خادم السحر اللي موجود جواك. ليه؟ لأن الإنسان اللي بيروح للساحر أو المرأة اللي بتلجأ للساحر، وركزوا معايا في النقطة ديت، أول حاجة الساحر مش هيحط رجله في الطين ويغرس نفسه في الطين عشان أنت تكون قاعد في مكان نظيف، لا، ده هيحطك أنت كمان في الطين. فلازم إن هو يشربك مية، يشربك أي حاجة، أو يقول لك خد الورقة ديت احرقها، أو خد الورقة ديت تحطها تحت السرير بتاعك، او خد الورقه دي تحطها تحت مخدتك، علق الورقه دي. معنى انك انت اخذت الورقه، وانت بتاخد الورقه بيجي جاي لابسك شيطان، او يدخل شيطان من طرف الساحر. ليه؟ لان الشياطين موجوده عنده كتير، والشياطين اساسا هدفهم الوحيد إضلال بني آدم. كل هدفه أنه يضل ابن آدم، ما يخلوش ماشي على الصراط المستقيم نهائيا، سواء كان الإضلال ده بسحر أو بدون سحر. أهم حاجة أنه يدمر حياتك أنت كمان زي ما أنت بتدمر حياة الآخرين. فيجي الشيطان ده يلبسك أو يلبسك ويدمر لك حياتك. فيجي في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بالتوبة، بس أنت ملبوسة، مش هتقدر أنك أنت أساسا ترجع لربنا في وقت من الأوقات، لأن الشيطان ده هيخلي قلبك أسود، وكل شوية يزود الوساوس لدى الشيطان اللي عامل السحر، ويزود فيخليك دايما عند الساحر. ليه؟ عشان الإنسان اللي بيأتي كاهن أو ساحر بيكفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت كده خرجت من ملة الإسلام عشان تضر واحدة ربنا سبحانه وتعالى فضلها عليك، أو عشان تضر ناس ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم، فأنت كده خرجت من إطار الإسلام. دايما الإنسان اللي بيلجأ بالساحر ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي في أولاده، بيبتلي في ذريته، بيبتلي حتى في صحته، وبيشوفه على حياة عينه بيعيش حياة ضنك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ولذلك تجد دايما ان الساحر على طول في حالة متابعة مع الشخص اللي عمل السحر ايا كان الاتفاق. بعض الاشخاص بيعرفوا محرمات، لان المادة اللي بيستخدم بها السحر مادة اعزك الله، اما دم او اما ماء
ماني بمعنى أصح. ودي أشياء كثرة بتستخدم في السحر وبتستخدم بطرق بشعة لا يعلم بها سوى الله. أي راكب من الرقاه الماهرين يعرف أنا بقول إيه ويعرف معنى الكلام ده، وأي إنسان أصيب قبل ذلك بالسحر يعرف معنى كلامي ويعرف إيه السحر المأكول وإيه المواد اللي بتستخدم فيه. والمواد اللي بتستخدم ديت مين اللي بيقدمها؟ المرأة اللي راح تعمل السحر أو الشخص اللي راح يعمل السحر. وبيبقى فيه أشياء محرمة كتيرة جدا ودمار. لذلك كل إنسان يجب أنه ينتبه ويبعد عن السحرة ويبعد عن موضوع السحر نهائيا. ومش بس كده، لو حصل في يوم من الأيام امتنعتي عن العهد اللي عملتيه مع السحر عشان تصيب شخص معين، فبيجي الرصد يتابع حالة السحر فيلاقي ان الشيطان اللي موجود تعبان، او ان الشيطان اللي موجود بينهار، او ان الشيطان اللي موجود بيستخدم عليه رقية، فيروح للساحر هات السيدة اللي عملت السحر ديت عشان تجيب لنا حاجة من الأثر، او ان هي تجي لك عشان شيء معين. فيجي السحر يطلب من السيدة ان هي تروح، فبترفض ان هي تروح او تمتنع ان هي تروح. يقوم السحر يعمل ايه؟ يقول للرصد قول للشيطان يقول على اسمها، فيجي الشيطان يقول اسمها، فانت افتضح امرك في الدنيا قبل الاخرة. ودايما اي حد بيصيب حد بسحر اقتضت ارادة ربنا سبحانه وتعالى ان يفتضح امره عاجلا ام اجلا، قبل ما تموت لازم يفتضح امرك. ولذلك يا اخوان لازم كل انسان يعرف ان الانسان اللي بيلجأ للساحر ده ربنا سبحانه وتعالى لا هيرحمه ولا هيبارك له في حياته ولا هيبارك له في عمله ولا هيبارك له في اي شيء نهائيا. اتكلمت ووضحت في المقطع ده ان كل انسان بيلجأ للساحر قبل ما بيصيب حد هو بينصاب. ولذلك ايضا لازم تركز على نقطة معينة، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يفلح الساحر حيث اتى. انت عايزة تعملي سحر عشان تدمر حياة شخص معين، او عايزة تعملي سحر عشان تفرقي بين مرأة وزوجها، او عايزة تعملي سحر عشان فلان يفشل في تجارته. عايزك تعرفي يا سيدة الكريمة حتى لو السحر اصاب الاشخاص دولت ربنا سبحانه وتعالى ما بيجعلهوش يفلح. فيجي في وقت من الاوقات يبطل السحر ده، ولا ومش بس كده، فيرجع أذى السحر ده عليك أنت، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبعد ذلك يا أخي الكريم تبص تلاقي أن الشيطان اللي كان داخل لك عن طريق الساحر بيتحكم فيك زي ما أنت كنت عايز تأذي الأشخاص الآخرين. فابتعد عن موضوع السحر واعرف أن ربنا سبحانه وتعالى جعل أن السحر ده ملهوش مصير غير جهنم، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. ولا ربما انك انت تذهب الساحر فيدمر حياتك انت، او يحاول ان هو يبتزك باكثر من طريقة، فحاول انك انت ما تلجئش للطريق ده، وحاول ايضا انك انت ما تلجئش للطريق ده. دي علامات انا ذكرتها من خلالها تعرف الشخص اللي سحرك. لو عندك اي علامة وعرفت من خلالها مين الشخص اللي سحرك يا ريت تضعها في كومنت اسفل الفيديو عشان كل متابعينا في قناة تفسير الاحلام يستفيدوا من التجربة والامر اللي حصل معك. وما تنساش انك انت تدوس لايك وتضغط زر سبسكرايب وتفعل الجرس وتشير المقطع ده لاصحابك واصدقائك، فالدلع الخير كفاعله. ليكم اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد، دمتم فود، الى ان القاكم في لقاء اخر في امان الله.